الحمد لله الذي يسر لنا الحج أو الوصول إلى الديار المقدسة، ووصلنا سالمين غانمين إلى الديار المقدسة، وقمنا بالعمرة في مكة. وبالنسبة لغرف السكن كانت معدة بشكل مريح لجميع الحجاج، وشكرا للبعثة التي سهلت لنا جميع الأمور، وشكرا لك. الله يخليك حاج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. احنا الحمد لله وصلنا لديار المقدسة لأداء فريضة الحج ولأول مرة، وصلنا بخير والحمد لله، ما كانش فينا أي مشاكل، يعني كل شيء ميسر لنا، المعابر، الاوتيلات، في الغرف، في كل شيء. نعم. ونشكر جميع المؤسسات اللي سهلت لنا في الوصول للديار المقدسة، ونشكر الباتي من عندنا. نعم، شكرا لك حاج، تفضل. لا صار التصوير عليه. بس هي بتمشي. توكل بالله. مع السلامة يا سيدي. بارك الله، الحمد لله على سلامة الحجاج جميعا. وصلوا سالمين غانمين إلى الديار المقدسة، وقاموا بإداء العمرة على أكمل وجه. وكان الوضع مريح جدا، ولم يلاقوا أي معاناة في السفر. نعم، شكرا لك حاج. شكرا. نعم، تفضل حاج. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والسلام. يعني كل شيء على ما يرام. نسأل الله التوفيق لجميع الحجاج والقبول، ونسأله الله الرحمن الرحيم. انت ليش ما كنتش متوقع المجموعة هاي بتسوى على شكل؟ وصلنا بسلام وكل شيء على ما يرام. أود أن أهدي سلامي إلى أهلي، أولادي، زوجتي، كل أصحابي وكل من يعرفني، ونسأل الله القبول والعودة بسلام واطمئنان.